إيران دولة براغماتية فتتعامل أيضا ببراغماتية. أنا أستاذ نجم ناقشته وناقش الأساتذة موضوع الضربة الإيرانية على سبيل المثال. إيران لا تستطيع أن تقصف إسرائيل دون أن تنظم هذا القصف مع أمريكا، دون أن تحصل عمليات التنظيم، لأن دون التنظيم يعني ممكن أن تتعرض لضربة أمريكية في الداخل الإيراني. أنا أنقلك للداخل الإيراني، أنا أتابع الصحافة الإيرانية بكون يعني مهتم بشأن إيران. ليس لديهم رغبة في أن يدخلوا في صراع مع أمريكا، هم يتمنون الصراع مع إسرائيل ولكن ليس مع أمريكا. هم يعرفون أن إسرائيل هي دولة أمريكية، أن طيب. استهداف أمنها هو استهداف للحضور الأمريكي، فهذا العلاقة المعقدة. فلذلك في أغلب المشاكل والمواجهات بين إيران وأمريكا هناك ثغرة تفاهم، هناك نافذة. والفترات السنوات الماضية أنا أعتقد عمان هي الدولة الراعية للاتفاقات السرية الغير المعلنة وللاتفاقات المعلنة بين إيران وأمريكا. يعني حتى يمكن هذه الضربة أكو عملية تنسيق واتصالات عبر الوسيط العماني لتأجيلها حتى أكمال هدنة غزة. يعني أمريكا تحاول أن تحتوي الموقف، نعم أستاذ أحمد، بأن تضعف يعني من حماسة الإيرانيين بالقصف، ويعتبر هذا مكسب سياسي. بالمقابل إسرائيل تتجنب الضربة، وهذا أيضا مكسب سياسي لنتنياهو. حماس أيضا يخف الضغط عليها وتدخل المساعدات، وهذا مكسب سياسي. طيب أستاذ أحمد، أمريكا سياسة لا داعي ولا من دعي باللهجة العراقية، هذه اللي تريد تطبقها.